بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الأخرى من حلقات برنامجكم أسرار السماع. أسرار السماع الذي لم يدرك له معنى غير أهل الله تبارك وتعالى، ولم يدرك أسراره إلا هم. يقول أبو نصر السراج الطوسي رضي الله عنه في كتابه اللمع، قال بعضهم: السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة، لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال ويدرك رقة الطبع لرقته، ويدرك بصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله. ويقول ابن الدراج السبتي في الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع: السماع إدراك العيوب بسمع القلوب، وتفهم الفؤاد لحقائق المراد، والوقوف على إشارات الحق عند ورود عبارات الخلق، والترقي بما يريح سمع الظاهر إلى جمع السرائر، وإصغاء القلب إلى خطاب الغيب. كلها إشارات علية عرفانية سامية يريد بها أصحابها من خلال كلامهم التعبير عن مفهوم تدركه القلوب لا العقول. مولانا محي الدين ابن عربي رضي الله عنه يقول في بداية ديوانه الشهير ترجمان الأشواق: كلما أذكره مما جرى ذكره أو مثله أن تعلم منه أسرار وأنوار جلت أو علت جاء بها رب السماء لفؤادي أو فؤاد من له مثل مالي، من شروط العلماء صفة قدسية علوية أعلمت أن لصدقي قدما، فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلم. يجب صرف الخاطر عن ظاهر شعر أهل الله لأنهم يريدون الباطن منه. ومنه قصيدته هو نفسه في ترجمان الأشواق حينما يقول: قدس الله سره، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. نفسه يشرح هذه يشرح هذا البيت ويشرح القصائد كلها في يشرح قصائد ديوانه ترجمان الأشواق في ذخائر الأعلاق بشرح ترجمان الأشواق أو في شرح ترجمان الأشواق. يقول: ما ثم دين غير دين واحد، وهذه هي وحدة الأديان التي يقولها، لأن الدين عند الله الإسلام. موسى بعث بالإسلام، وعيسى بالإسلام، وإبراهيم بالإسلام، ونوح بالإسلام، وآدم بالإسلام، وكل الأنبياء والمرسلين كانوا مسلمين. فالدين عند الله هو دين الإسلام، وهو دين الحب، لأنه ما ثم إلا دين بني على المحبة لمن يدان له به، وهو الله سبحانه وتعالى. من لم يحب الله ليس بمسلم، ومن لم يحب الله فما يدين بالإسلام. فدين الإسلام هو دين الحب، وهو دين الكمال، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال الله فيه: قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحبكم الله. قرن محبته بمحبته، فاتباع دينه الذي هو دين الإسلام الذي هو دين المحبة هو الذي قال فيه: أدين بدين الحب، لأنه لا دين إلا دين تلك المحبة. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله ما آتى غيره من الأنبياء، فهو محب ومحبوب، مع أنه صفي ونجي وخليل. نجي ناجى الله كموسى، وخليل كسيدنا إبراهيم،
ولكن أعطاه الله سبحانه وتعالى مقام المحبة بكمالها فسماه حبيبا ومحبوبا وورثته على منواله عليه الصلاة والسلام، وهم أولياء هذه الأمة وعارفوها الأكابر. نبقى مع هذه القصيدة وهذه الأبيات: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يجب أن يصرف الخاطر عن الظاهر في هذه القصيدة إلى حقيقتها التي شرحها الشيخ الأكبر وشرحتها حينما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلم. نبقى إذن مع هذه القصيدة، تؤديها فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي، ويؤديها المنشد عبد الله المنصور. دمتم في رعاية الله، أستودعكم في رعاية الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنوحت الأرواح في غيضة الغضا، فمالت بأفنان، تناوحت الأرواح، في غيضة الغضا فأفناني، والريح والجوى، ومن طرف البلوى إلي بأفناني، قد صار قلبي قابلا كل صورة، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان
لقد صار قلبي قابلا كل صورة. فمر لخزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أنا توجهت أدين بدين الحب أنا توجهت أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني فالحب ديني فالحب ديني وإيماني.